وخليني اقول لكم واوصل الرساله دي للاعبتنا في المغرب الشقيق، انه كل الدعم كل الدعم بدون اي، ما شفتش مباراه جماهير النادي الاهلي مهتمه بيها كده، مهتمه بنتيجتها كده، حريصه كل الحرص على انها تفوز على الريال، مش بس عشان هو الريال لكن كمان عشان تتاهل لاول مره في تاريخ النادي الاهلي لنهائي بطوله كاس العالم للانديه، وهي بدون ضغوط بدون ضغوط، مباراه ضغوط فري، مفيش اي نوع من اللود او البريشر او الاسترس على لعيبه النادي الاهلي. وكل الرسائل اللي اشتركت فيها جماهير النادي الاهلي بتقول اتمتعوا ومتعونا معاكم، مش مطلوب منكم حاجه اكتر من كده.